بقى غايه الباثولوجي مهمه جدا، لان الباثولوجي ده هو اللي هيفهمنا الدنيا ماشيه ازاي. وانا معلش افضل يعني افضل انك تكتب الباثولوجي ده معايا احسن من الكتاب، علشان هيريحك كتير قوي، هنطلع منه نتائج حلوه. ممكن تكتبه في الصفحه اللي قدامها فاضيه، في حته تحت فاضيه كده، هتكتب الباثولوجي اوف نموذج. اول هام لازم تكون عارفه، ده ما تكتبوش خالص، ما حدش يكتب الكلام اللي انا هقوله، انا اول مره اكتب كده. لازم افرق بين حاجتين، عندي لوبر نموذج وعندي برونكو نموذج. عشان نتفق، عشان نتفق بس، بص معايا، ادي منظر ليه؟ ادي اللنج اهي، ماشي؟ ده منظر هنا، ها، واحد عنده انفلاميشن واخد اللوب ده كله. ها دوت اسمه ايه؟ لوبر نمونيا. ده شكل. الشكل الثاني، الشكل الثاني، ادي الرايت اهي، وادي ها الليفت اهي. ها بس المرض عامل كده، ها بايلاترال وباتشي، بايلاترال وباتشي. ها دوت المنظر الثاني بتاع كلمه ايه؟ ها برونكو نمونيا. خلاص كده فهمت؟ عشان بس تخيل معايا اللي انا هتكلم فيه. انا هتكلم عن الباثولوجي بتاع الاثنين. يا دكتور هو الباثولوجي في الاثنين واحد؟ اي نعم واحد. بس الفكره كلها ايه؟ ان اللي عنده لوبر نمونيا عنده كونسوليديشن في الحته دي بس. في الناحيه دي بس. باقي اللنج سليم والناحيه الثانيه سليمه. حلو؟ اما البرونكو نمونيا ال areas of consolidation scattered، scattered منتشرة كده، في أماكن كتيرة فواخدة اللانكس على الناحيتين. أظن بديهي جدا يعني، بديهي جدا، مين الأوحش؟ طبعا لأن البرونكو نمونيا دي هقول لك كلمة واحدة بس، يحصل معاها acute respiratory failure وتؤدي إلى sudden death. إيه رأيكم بقى؟ مميتة. طبعا هي دي اللوبر نمونيا ممكن تموت، لكن مش بنفس الريت أو الإنسنس بتاعت البرونكو نمونيا. المهم لما اجي اقول لك كلمه باثولوجي، باثولوجي اوف نمونيا، لازم يتقال كلمتين مهمتين جدا جدا جدا. الكلمه الاولى اسمها كونسوليديشن، وهنشرحها. كونسوليديشن. الكلمه الثانيه ودي برضه بالبنط العريض، فلوريسي. ها وده يعتبر برايمري ولا سكندري فلوريسي؟ سكندري. ما احنا اي حته هيحصل فيها نمونيا كونسوليديشن لازم فوق الكونسوليديشن ده يحصل شويه فلوريسي، ودول هم المسؤولين عن البين. عشان كده انا بقول لك دلوقتي من ضمن الكلينيكال فيشر اوف نمونيا لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي بين. عندي بين ليه؟ لان انا عندي اساسا، انا عندي اساسا في فلوريسي. خلاص؟ لما اجي اقول كلمه كونسوليديشن، كلمه كونسوليديشن دي عباره عن ثلاث حاجات. واحد، دخل الميكروب جوه الالفيراي، فبدات اول مرحله هتحصل له كلمه اسمها كونجيشن، مرحله الكونجيشن. تاني مرحله، مرحله الهيباتايزيشن، هنشرحها. والهيباتايزيشن ده بيبقى نوعين، ها ريد وجرين هيباتايزيشن، ثم بعد كده مرحله الريزوليوشن. يبقى الكونسوليديشن لازم يمر بالمراحل دي. اولا يلا نمسكها كده من الاول خالص، ادي الترمينال برونكيول، وادي الالفيولاس اهي، وهنا طبعا في الانترستيشن. حصل دروبلت انفكشن ودخل الميكروب، دخل في الاير واي، اكيد يعني اخر حته في الاير واي هيوصل لها، لان الميكروب هيجي يقعد دوت المايكرو اورجانيزم، جه قعد فين؟ في الالفيولاي، فعاد يعمل لها اريتيشن، فراحت طبعا نتيجه لهذا الاريتيشن. ودلوقتي لو حصل لك انفكشن في ايدك كاش من حاجه غلطتك ولا حصل التهاب يعني، فده الحته دي احمرت. هي احمرت يعني ايه اللي جه؟ الدم جه، فجه دم، جه دم منين؟ ها جه دم، جه دم، جه دم طبعا كرات دم حمراء ار بي سي، صح؟ وجابت معاه كمان الوايت بلاد سيلز، بس هو الاول اللي جت بعمق هي كرات الدم الحمراء، فكرات الدم الحمراء كتيره بقت، فعملت ايه في هذا المكان؟ كونجيشن. خلت الكابيلاريز اللي هنا بقى محتقنه كونجستد. بما ان الكابيلاريز دي بقت كونجستد، تبدا مع هذا الكونجيشن بس على خفيف قوي، يعني كونجيشن على خفيف جدا جدا، تبدا تعمل ايه؟ تبدا ترشح شويه، ترشح شويه،
جوه القلبي لاين، هي لما الكابيلاريز اللي ترشح ده دم ترشح ترانسيوديت ولا ايسيوديت؟ ترانسيوديشن. عشان كده هيحصل هنا حاجه اسمها ايه؟ مينيمال ترانسيوديت. مينيمال ترانسيوديت ده في الاول بس، ده لسه كده في الاول. يعني اول حاجه الميكروب دخل، اول ما دخل اهو، ده لسه على فكره بص ده في اليوم الاول او الثاني، او ما عندناش لسه اليوم الثالث، اليوم الاول او الثاني دخل الميكروب اهو. لما دخل الميكروب بدا يعمل اريتيشن، فبدا يحصل هايبرينيا في هذا المكان، كونجيشن، والكابيلاري بقت كونجستد حوالين الالفيولايت. طبعا عامل لك الفيولاس واحده، لكن هو ممكن ياخد ايه؟ ياخد لوب كامل بالمنظر ده، او ياخد بايلاترال لو ماشي بالمنظر ده. فلما يحصل كده يبدا يحصل شويه مينيمال ترانسيوليت. هذا المينيمال ترانسيوليت نتيجه الكونجيشن. طب وبعدين؟ تيجي مرحله الهيباتيزيشن، ودي على فكره هذه مرحله الحرب. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ شوف المنظر كده، كرات الدم جت ومعاها الوايت بلاد سيلز، ها وتجمع هنا ايه بقى؟ بقى عندنا هنا ار بي سي، عندنا دبليو بي سي، ودي المهم على فكره، وفي بروتين بيطلع مع اي انفلاميشن اسمه فايبرين. ده على فكره الاكيوت فيز ده بيطلع من الليفر مع اي انفلاميشن في اي مكان، فيبدا يطلع يروح يوصل المكان ده. لكن صدقوني انا عندي هنا اورجانيزم، ها وعندي هنا وايت بلاد سيلز، يا الحرب الحقيقيه هتكون بين مين ومين؟ ها بين الوايت بلاد سيلز وبين؟ طب مال فايبرين جه ليه؟ هو بيجي كده مع اي انفلاميشن. طب الار بي سي جايه ليه؟ هو يعني الدم هيجي وايت بلاد سيلز من غير ما يجيب معاه، من غير ما يجيب معاه ارمشين، فهو الار بي سي ده لزوم انها ايه؟ الدم جاي كله على بعض، لكن الحرب الحقيقيه بين مين ومين؟ ايه اللي هيحصل؟ الوايت بلاد سيلز هتبدا تكسر في الاورجانيزم، والاورجانيزم يحاول يكسر، هتقوم الحرب. لما تقوم هذه الحرب مش في ضحايا ولا حق؟ الضحايا من الوايت بلاد سيلز اسمها ايه؟ هتبص هتلاقي بعد شويه، تلاقي بعد شويه، بعد شويه القلب لو بقت كده وبقت مليانه هنا، بص بص على على شويه كمان ار بي سيز، ار بي سيز. في الاول الار بي سي بتبقى زياده فبيسموها ريد هيباتايزيشن. ها بعد شويه يفح هو شويه بلغم كده يطلع الار بي سي ده، يبقى راستي شويه، وبعد كده يفضل موجود الباص ويجيب بلغم لونه اصفر شويه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه الفرق بين كلمه ريد هيباتايزيشن وجري هيباتايزيشن؟ ريد هيباتايزيشن كان البرودومينانت عندي هو الار بي سي ده في الاول، لكن في الاخر مين الخليه المهمه هنا؟ هي الوايت بلاد سيلز. لما قعدوا يدمروا بعض ويخبطوا بعض اتجمع عندي باص كتير في هذا المكان. حلو يا جماعه؟ طيب دلوقتي ايه اللي حصل؟ الكلام ده خد من اليوم الثالث لغايه اليوم السادس او السابع. طيب هو مين اللي هينفصل؟ الاورجانيزم ولا كرات الدم البيضاء؟ على حسب المناعه. حلو قوي، خلاص نتعلم حاجه من الكلام ده. اذا كان هذا الشخص مناعته كويسه اللي هي الكوميونتي اكوايرد، ها كوميون او حتى هوسبيتال اكواير، في الحالتين دول اكيد اللي هينتصر هو مين؟ هو هينتصر الجسم، فبالتالي هتلاقي في باسترز وبتاع، لكن على اليوم السابع والثامن يبدا يحصل ريزولوشن. مثلا هو لك ريزولوشن الانسحاب بيحصل ازاي؟ او اذا كانت مناعته ضايعه، لا ده ممكن بقى الكونسوليديشن يستمر ويحصل ابسس وان ريزولف النمونيا وقصه ثانيه. طب خلينا ناخد الاتجاه الحلو. الاتجاه الحلو بعد ما تكون باس هنا بدا يحصل ريزوليوشن. ايه الريزوليوشن ده؟ اصبح الالفيولاي بتاعتي دي الالفيولاي كتيره مليانه بص، وبعدين بص بكميات كبيره، والبص ده حاجه تقيله عشان تخرج مش بسهوله، تروح طالعه بقى الماكروفيجز العظيمه اللي هو المونوسايتس اللي قاعده هنا اسمها ماكروفيجز، تروح مطلعه لايسز بروتينز انزيمز، تروح داخله تكسر في كرات الدم البيضاء الباسترز، وتكسر في الفايبرين، واي ديبرس اي حاجات تكسر فيها. لما تكسر فيها يا جماعه تلاقي الالفيولاس دي مليانه هنا، مليانه ووتري فلويد. ووتري فلويد ليه بقى؟ لان يعني تعمل ايه؟ تكسر في اي باص، تكسر في اي حاجه. ها ويبدا العيان، طيب يا دكتور الفيت بتاع الووتري فلويد ده ايه الشاطر يتوقعه؟ حاجه من الاثنين، يا اما هيفحه ها في صوره سبيوتر، يا اما طبعا يحصل له ابزوربشن مع الليمفاتيس، ها وتنتهي القصه على كده. بلس
ان فوق القصه دي كلها البلوره طبعا ملتهبه عندنا في الورسي. يلا كمان مره الحته دي مهمه عشان نطلع منها حاجتين قاتلتين دلوقتي حالا. هتفهم الكلام ده. هو لما اقول لحضرتك ها ايه الفرق بين اللوبر نمونيا والبرونكو نمونيا؟ اللوبر نمونيا واخد لوب ان وان لان، البرونكو نمونيا بايلاترال وباشي. ها لوبيولار بايلاترال وباشي. لما اقول لك الباثولوجي بكلمتين كونسوليديشن وتقول طبعا في بلورز. طب الكونسوليديشن يا دكتور ده بيحصل عباره عن ايه؟ ثلاث مراحل. ها كونجيشن هيباتايزيشن في نوعين وريزوليوشن. الكونجيشن في اول يومين، بعد كده من اليوم الثالث والرابع والخامس والسادس مرحله الهيباتايزيشن، ثم بعد كده السابع والثامن في مرحله الايه؟ الريزوليوشن، وتخف المرض كله خلال اسبوعين. ماشي؟ طيب لما نيجي مرحله الكونجيشن، لما دخل الاورجانيزم وعمل اريتيشن للالفيولاي جت ار بي سيز عشان تعمل هايبرينيا في هذا المكان، وحصل كونجيشن للكابيلاريز فبدات تطلع شويه مينيمال ترانسيوديت. وعندي هنا وقفتين. مش ده مينيمال ترانسيوديت؟ هتعلم حاجتين صغيرين جدا. الحاجه الاولى ان المريض في المرحله دي لما بيجي يكح هل عنده حاجه كتير عشان يطلعها؟ عشان كده يقول لك العيان ده عنده ايه؟ عنده دراي كوب. ليه دراي؟ يا دكتور دول شويه مينيمال ترانسيوديت حاجات حقيره جدا هتطلع ايه؟ دي المعلومه الاولى فيها مشكله؟ الحاجه الثانيه الهواء هو داخل هنا وبيحرك شويه الترانسيوديت الصغيرين دول هيعمل صوت اسمه ايه؟ كريبتيشن. بس هما شويه الترانسيوديت الصغيرين دول يا اما الكريبتيشن كبيره ولا صغيره؟ يبقى اسمها فاين كريبتيشن. قشطه. شفت الباثولوجي مهمه قد ايه؟ طلعت حاجتين في الكلينيكال فيتشر. طيب بعد ما حصل الكونديشن جت الوايت بلاد سيلز والفايبرين وبدات الحرب وبدا يتجمع شويه باس هنا. لما بدا يتجمع عندنا هنا شويه باس اللي هي الخلايا بقى اللي ماتت واللي اتدمرت نتيجه هذه الحرب اللي قامت. هذا المريض دلوقتي لما يجي يكح مش الحته دي كان فيها ار بي سي؟ فيها ار بي سي. طب الار بي سي لما تدخل جوه الالفيولاي وتتكسر والهيموجلوبين اللي فيها يطلع، الهيموجلوبين بتاعها طلع وفي شويه هواء ويحصل اوكسيديشن لهذا الايرون. اوكسيديشن اوف اير تلاقي المريض ده في الاول عمال يجيب لك ايه؟ شويه راستي سبيوتم. راستي يعني صافي شويه ار بي سي شويه باس حتى يبقى لونه كده جولدن يلو. جولدن يلو جولدن يلو ليه؟ ان في كرات دم حمراء وفيها هيموجلوبين على شويه صديد كده صغيرين يبقى راستي. طب لما يجي الهواء يدخل يحرك هذا الباس مش هيعمل كريبريشن؟ بس هتبقى اوضح من مين؟ من المرحله الاولى هنسميها ميديم sized crepitation. medium sized crepitation. حلو. تعالى المرحله اللي بعد كده. مرحله الريزوليوشن بقى عندنا في الباس فجت اللايسز بروتينز طلعت للماكروفاجز وبدات تكسر وبدا هو يطلع سبيوتم. بس الماده دي بما انها حصل فيها لايسز هيبدا يطلع سبيوتم ايه؟ بص ووتري. ووتري ما هو اصلا الماده دي بقت ايه؟ ووتري فلويد فيبدا يطلعها. طب لما اجي اسمع بص الهواء داخل على كميه كبيره من ووتري فلويد فيعمل الكركره زي الشيشه يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها كورس كريبيتيشن. كورس كريبيتيشن. ها مفهومه ولا ايه؟ استفدتوا ايه من الباثولوجي؟ فانا حاجات كتير. اولا بصوا الباثولوجي ده بيتسال لوحده كده باثوجينيس اوف لوبر نمونيا او باثوجينيس اوف بروكروم ايه كده سؤال لوحده. وعلى فكره ناس بول اطفال الحته دي لما انتش فاهمها في الاطفال انتوا عندكم يمكن الاطفال النمونيا كاتبين الاطفال اللي كاتبين نمونيا اكثر من بتوع البطن ولا مش كاتبين كتير مهمه جدا. انا بقول لك حتى ممكن في الاطفال تنزل لها حاله كلينيكال عشان كده مهمه جدا 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 جدا. هذا الباثولوجي هو اللي هيفهمك هذه النقاط. واضحه الصوره؟ كتبتوها زي ما هي كده ولا لسه؟ لا طب يلا ليكوا دقيقة واحدة بسرعة. ثلاثين ثانية. عشان الكابيلاري فيها كونديشن فبترشح شوية. كابيلاري فلتريشن لازم نتكلم. خلصنا باثولوجي. يلا
طب يعني راح شوية إسلام مش كده مش كده الريد الأول البرودومينانت سيلز هي الار بي سي. ليه بقى هي بقى مش الدم جاي كتير فالار بي سي كتير هيبقى المحا يطلع الراست يبقى مين يبقى الجري. اوكي يلا نكمل بقى يلا كده كده بيجي ربع ساعه في النيل يلا 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 كده كده خلاص مره ثانيه او يا وطري وطري بص يا باشا هو اللايت ازاي ده ويب وخلاه ده هو هيبقى لونه اصفر اه بس الفكره هيبقى وتر يعني سايل سايل ليه؟ ليه هيبقى سايل؟ عشان خلاص حصل له لايسز بالانزيمز اللي طلع وطبعا فوق كل الكلام ده فوق كل الكلام ده هيبقى في عندنا ايه؟ هيبقى في عندنا شويه بلورزي مش عايزه كلام اوكي؟